مشاهدين كدايرين لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. وكما كتشوفوا راني باقا في البادية ورا كاينة الشتا، راه الشتا تبارك الله طاحت كثيرة، الله يجعل ربي دخل علينا بالصحة والسلامة وطول العمر، وباش ما تمنوا المسلمين كاملين. واليوم راه ان شاء الله غادي نقدم لكم الكرعين، كرعين بالحمص. راه اي واحد كيدير الكرعين، وانا اي حاجه قلت لكم غادي درتها غنشاركها معاكم. وعندي سميتها 4 كيلو ديال الكرعين، عندي جوج كرعين، عندي الحمص 1/2 كيلو تاع الحمص، وعندي 3 البصلات، وعندي القرفه، عندي الخرقوم، العرق، عندي الابزار، عندي سكينجبير، وعندي طحميره، وكاس الزيت، ماشي كاس ديال العنبه، قول 4 كاس ديال الزيت ديال العنبه، وعندي 2 معالق ديال القزبر، عندي راه الجهد انا غنوريكم اللي غندير، وعندي 6 الخصوص ديال الثومه، الملح على حساب الذوق. وانا دابا غنجيب الطنجره ديالي، بسم الله على بركه الله. دابا غادي نردو الطنجره ديالنا الطيب، غادي نقصو، حنا عندنا الوقت، اللي ما عندوش الوقت راه يديرها في الكوك. كما كتشوفوا راه قلت لكم درتها في الطنجره، الكوكوط ما غاديش تزال، هي عندي كوكوط شويه صغيره، وغادي نقصو عليها البطاق ونخليهم يطيبوا، راهم صغار ماشي كبار بزاف، واخا الكرعي راه كيهز الطياب شويه، غادي نقص عليهم. عندنا راه باقي الله عندنا 10 ديال الصباح، حنا راه الوقت ديال الغداء عندهم راه شويه معطل. دابا انا غادي ندير البصله، دابا غندير الخرقوم، دابا انا غادي ندير الخرقوم، 2 معالق ديال الخرقوم، راه كاين تبارك الله الكميه عندنا كثيره، 2 معالق ديال الابزار صغار، جوج معالق ديال سكينجبير، جوج معالق ديال الفلفله حمراء تحميره، وعندنا معالقه ديال القرفه عامره مزيان ملوءه، قرفه كتواثق بزاف مع الكرعين. عندنا كاس ديال زيت زيت المائده عفوا، الملحه 2 معالق ديال الملح صغار، صوصه ديال الثومه عندي كنديرها هكا ما كنحكاش، ثومه مع الكرعي راه كطيب مزيان، عندي القزبر تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبر. ودابا انا غادي نرد الطنجره ديالي، قلى شويه غير شي شويه ماشي بزاف، الكرعي راه ما كيبغوش يتقلاو، غير شويه تدخل العطريه شويه فيهم شويه، عاد غادي نروي ملي تغلى الطنجره ديالنا غنزيد عليها الحمص والثومه معايا. كما كتشوفوا انا غادي نرد الطنجره ديالي، طيب انا غادي نجيب الماء ضروري، ندير كاس الماء تدخل العطريه شويه عشي شويه في الكرعين راوي. كما كتشوفوا ها هو الكرعين ديالنا ما طابو، وملي بغيت ندير الحمص راني درته في الكوكو، هزيت الروا من الروا ديال الكرعين ودرته في على الحمص وسديت عليه تطاب، ودابا انا غادي نخليه صافي راه هو طاب. دابا غنخلي ملي غادي نحط سميتها الكرعين بدا نحط، غادي نحط الحمص فوق منهم، والطريقه اللي بغى يدير الزبيب يديرو، اللي بغى يدير بالحمص يديرو، الطريقه ديال الزبيب والبصله راه كيجيو مزيانين. وانا مع عدي تبارك الله كاينين ضيافين وراني في باقا في الدكاله، ضروري كاينين الناس، راني درت لهم الحمص ها هو كما تشوفوا هو طاب، ها انتوما الروه ديال
كرعيل ها هو. دابا نخليهم حتى يطيبوا، ملي يطيبوا ينشفوا مزيان راه نتوما غادي معايا ان شاء الله. طريقه التقديم، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. دابا كما كتشوفوا ها الحمص ديالنا راه ما كنديروش انا مع الكرعيل، لا درتو مع الكرعيل كيلصق ما كيجيش هو هذاك، كيقصر لينا الطياب. دابا ملي كنطيب كرعيل بوحدهم والحمص بوحدهم. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه، راه كاين اللي كيدير الحمص والكرعيل، ولا كان راه كيخسروا ليكم كيحرق يتحرق ليكم الطنجره ديالكم كتحرق، وكا كتجي الطريقه زوينه ديالها. وهاد النوبة ان شاء الله غادي نديرو لكم بالزبيب والبصلة، غنوريكم واحد الطريقة ديالو. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتاخدو الفكرة ديال هاد الطريقة اللي درت. كما كتشوفو ها هو الطبق النهائي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتبارك الله عليكم والله يحفظكم وبسلامة عليكم، وفيديو مقبل ان شاء الله. ما تنسونيش من الكومنتير ومن اللايكات، وشجعوني فضلا ولا امرا، وتبارك الله عليكم. ولا بغيتو شي حاجه نوجدها ليكم كتبوا لي في الكومنتير وان شاء الله نديرها ليكم. ولا ما عجبتكم شي حاجه قولوها لي كتبوا لي، حتى انا كنبغي النصيحه ديالكم. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم.